أهلا بكم مشاهدينا الكرام في متابعة إخبارية نلقي خلالها الضوء على أهم القضايا العربية والدولية على أجندة اهتماماتكم، ونرحب بكم في مباشر النيل اليوم. وأبرز الموضوعات فيها يتحدث عن بالطبع الملف الأخطر والملف الأبرز حول العالم هو فيروس كورونا، وذلك بعد إصابة الصين وإعلانها عن وفاة أكثر من 45 حالة بسبب فيروس كورونا وإصابة حوالي 1300 حالة. العالم يترقب ويعلن العديد من الإجراءات الاحترازية مشدداً لعدم الإصابة بهذا الفيروس الذي ربما يكون له آثار مدمرة على العالم في هذه الفترة. أما الملف الآخر فيدور حول تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في مناطق تجمعهم في العاصمة بغداد وعدد من المدن جنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، مما أدى لإصابة حوالي 17 شخصاً على الأقل وأودت بحياة نحو 4 من المحتجين. فاصل قصير وندخل مباشرة في أولى هذه الحوارات، وبالطبع فيروس كورونا هو المسيطر على الجميع. أهلا بكم من جديد. حالة ترقب وحذر دولي بعد انتشار فيروس كورونا الجديد ووصل لعدد من دول العالم، لكن الصين ومقاطعة ويهان بالطبع كانت في المقدمة بتسجيل أكثر من حوالي 45 حالة وفاة، وبالطبع أرجع هذه الحالات لإصابة بهذا الفيروس في طوره الجديد، وإصابة حوالي 1300 إصابة، وتسود حالة من التأهب والترقب في جميع المنافذ والمطارات الدولية خوفا من انتقال الفيروس. في الحقيقة بالأمس كان في جولة مهمة جدا للسيدة دكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لمنفذ الحجر الصحي في مطار القاهرة الدولي، وذلك لمتابعة خطة التأمين الطبي الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد. وفي سياق متصل أعلنت الخارجية الأمريكية إجلاء عدد من الدبلوماسيين وعدد محدود من المواطنين من مقاطعة ووهان الصينية المتفشي فيها فيروس كورونا الجديد، وبخاصة بعد إعلان إصابة ثالث حالة من المواطنين الأمريكيين بهذا الفيروس. من جانبها نصحت وزارة الخارجية البريطانية أيضا مواطنيها بعدم السفر إطلاقا إلى مدينة ووهان الصينية لتجنب الإصابة بهذا الفيروس وهو المستجد. وبالطبع العالم يترقب ويعكف الآن لإيجاد حلول لهذا الفيروس الذي ربما يؤدي بحياة الكثير من المواطنين. الحمد لله مصر خالية من فيروس كورونا، ولم يتم رصد أي حالة، وكل الحالات اللي فيها ارتفاع درجة الحرارة وتعمل لها حجر صحي منذ يوم 7/1 لغاية دلوقتي لم يثبت لها أن هي عندها فيروس كورونا. مصر أول دولة أو من أوائل الدول اللي استجابت لتحذير منظمة الصحة العالمية يوم 7/1، أصدرنا توجيهاتنا بأن احنا نرفع درجة الاستعداد. الحجر الصحي في مطار القاهرة ضمن ثلاث مطارات في العالم، أول ثلاث مطارات في العالم رفعوا استعدادات الحجر الصحي كانت مطار القاهرة وأبوظبي ودبي، وده بتقرير منظمة الصحة العالمية. احنا خدنا كل الاستعدادات وعندنا خطة الاستعداد متراجعة، ومعانا منظمة الصحة العالمية بشكل يومي وبتراجع معانا. النهاردة أصدرنا تعليماتنا بمنع الأجازات وزيادة عدد الأطقم الطبية في كل المنافذ البرية والبحرية والجوية. عندنا احنا بنعمل تسجيل للحالة أو الركاب بما فيها الأطقم في الطيارة في الكروت، وأوتوماتيك بتخش على المنظومة وبيتم متابعة الحالات لمدة أو القادمين لمدة 14 يوم في المحافظات عن طريق الرصد أو المتابعة والمراقبة الصحية. بنتعامل مع النفايات أو المخلفات بتاعت الطيران اللي جاية أو وسيلة النقل اللي جاية من أماكن خطرة على إنها نفايات خطرة. بالطبع كانت هذه التصريحات المنسوبة لدكتورة هالة زايد، وهي صرحت بها بالأمس طبعا في مقر مطار القاهرة الدولي وبالتحديد في منطقة الحجر الطبي المتواجد في هذه المنطقة، وتؤكد فيها أنه سيتم المتابعة لكل الحالات القادمة من الصين خلال 14 من بعد وصوله إلى مصر، وأي بوادر ستظهر على أي راكب من الركاب، وبالتحديد المسح الضوئي سيحدد درجات الحرارة تحديدا هو الفيصل في هذا الموضوع، وهو أول العلامات التي ربما تشير إلى وجود هذا الفيروس، لأنه في بداياته يشبه الطور الطبيعي جدا لإنفلونزا بشكلها الطبيعي، فبالتالي ربما درجات الحرارة المرتفعة له بعض الشيء تعطي إنذار لمن يتعاملون مع الحالات أنه ربما تستجد أو تكون هذه الحالات لفيروس كورونا الجديد. ربنا طبعا يعني يبعد الشر عن كل مصر والمصريين، لكن بالطبع لابد من أخذ التدابير الاحترازية دائما. كما سجل
سجلت أيضا الولايات المتحدة الأمريكية ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية كاليفورنيا، ويأتي في الوقت الذي أعلنت فيه واشنطن وباريس وطوكيو عزمها إجلاء رعاياها من مدينة ووهان الصينية. وفي الصين تحديدا قررت السلطات حظر تجارة الحيوانات البرية لاحتوائها على الفيروس بشكل مباشر، وبالتحديد طبعا في كل أرجاء الصين، وكذلك ألغت عدد من الرحلات الموجودة من وإلى مدينة ووهان الذي هي موطن انتشار هذا الوباء تحديدا. نتابع هذا التقرير مع حضراتكم ونعود مرة أخرى. إجراءات احترازية مشددة وقلق دولي بسبب انتشار فيروس من فصيلة فيروس كورونا، وسط مخاوف من مواصلة ارتفاع عدد حالات الإصابة بالعدوى، في ظل تحذيرات مسؤول الصحة في الصين من أن قدرة الفيروس على الانتقال تزداد بقوة. السلطات الصينية أعلنت منع الرحلات الطويلة للحافلات في واحدة من مقاطعتها وثلاث مدن كبرى هما تشيان وتيانجين وبكين، كما تم فرض حظر مؤقت على تجارة الحيوانات البرية لوقف انتشار الفيروس الذي كان مصدره على ما يبدو سوق مدينة ووهان الذي تباع فيه هذه الأنواع من الحيوانات. مدينة ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك في هونغ كونغ أعلنت أيضا أنهما ستغلقان أبوابهما بدءا من الأحد وحتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما يعد خيبة أمل في موسم الأعياد بالصين. يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات جراء الإصابة بالمرض في الصين إلى أكثر من 50 حالة، فيما بلغ عدد المصابين نحو 2000. ومع انتشار المرض من الصين إلى العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، تم اتخاذ تدابير احترازية عاجلة لمنع تفشي الفيروس، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظفيها الدبلوماسيين ورعاياها في مدينة ووهان الصينية بؤرة وباء كورونا المستجد. كما تعتزم فرنسا إجلاء مواطنيها بحافلات بالتعاون مع السلطات الصينية، وذلك بعد إصابة 3 فرنسيين أثناء تواجدهم في مدينة ووهان، إلا أنهم يتمثلون للشفاء. ويقول خبراء لدى منظمة الصحة العالمية إن نسبة الوفيات بسبب الفيروس لا تزيد حتى الآن عن 5%، معتبرة الفيروس الجديد أقل خطورة من فيروس سارس الذي تسبب في نسبة وفيات بلغت 9.5%. بالطبع من المهم تحديدا أن احنا نعرف كيفية الإصابة والأعراض الخاصة بهذا المرض، حتى يكون عندنا علم وثقافة توعوية بأهمية التعرف بشكل مبدئي وسريع على خطورة هذا المرض. أبرز هذه الإصابات تحديدا لأنه يتشابه في الطور الأول مثل الإنفلونزا العادية، لا تفرق إطلاقا أو تختلف بأي حال من الأحوال. فيبدأ بداية الموضوع الأول وبالتأكيد هو الفيصل، كما ذكرنا لحضراتكم عند دخول المطار عن طريق الماسح الحراري، هو تحديدا الفيروس هي الحمى، هي بالطبع هي أبرز شيء متواجد، ثم السعال، ثم ضيق في التنفس والالتهاب الرئوي والإسهال والقيء في بعض الأحيان. ولكن عندما تتطور الحالات يكون الفشل الكلوي والتهاب الرئة الحاد من أبرز الموضوعات الأخرى التي يترتب عليها مباشرة. لكن أيضا هذه الصورة التي أمام حضراتكم وجاءتنا من وزارة الصحة تعريفات ما هي طرق الوقاية من فيروس كورونا. في التحديد لا يعرف أحد حتى الآن الخصائص الخاصة به وطرق انتشاره، لكن تتماثل طرق الانتشار الخاصة بهذا الفيروس مثل فيروسات البرد الطبيعية جدا، فيأتي طبعا عن طريق الرذاذ الخاص من الأنف أو حتى السعال من الشخص المصاب. ودكتورة هالة زايد كان لها تصريح مهم جدا بالأمس، لابد أن نلتزم بكافة التعليم الصحية أو حتى الدينية، والتي تقول أنه في حال وجود شخص مصاب بالبرد أن يلتزم بارتداء الكمامة، أو حتى على أقل تقدير أن يكون معه منديل يضعه على الأنف حتى لا يكون انتشار للرذاذ المتواجد في المنطقة. كذلك العطس تحديدا يكون مباشر للانتقال لهذا الفيروس بشكل مباشر مثل نزلات البرد. وكذلك أيضا الجزء الخاص هو أن ربما الرذاذ هذا ينتشر على الأسطح الموجودة في المكان، فبالتالي إذا لمست هذه الأسطح مباشرة فيكون الانتقال سريع وليس هناك فواصل ما بينك وبين المكان. فبالتالي أول هذه الالتزامات أن يكون معك كمامة في حال إصابة حتى لو بنزلة برد عادية، الاحتراز لابد أن يكون من الواجبات التي نلتزم بها جميعا تخوفا من انتشار هذا المرض في مصر. الحمد لله مصر لم تسجل إطلاقا أي حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد، فنتمنى السلامة للجميع. وكما ذكرنا لحضراتكم الابتداء
إذا شعرت بأي جزء أو أي وجود من حالات السخونة أو السعال أو ضيق التنفس أو الالتهاب الرئوي أو الكحة المتبشرة أو الكحة المتواصلة، فبرجاء مراجعة الطبيب في أقرب وقت ممكن. نؤكد على حضراتكم طبعا المعلومات مع دكتور محمد عيد عبد الباسط مدير مستشفى الصدر بالعباسية. برحب بك دكتور محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور محمد. في الحقيقة طبعا يعني التخوفات ليست بالقليلة من انتشار الفيروس في أي مكان في العالم. هو فيروس طبعا متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الجديد MERS-CoV، فبالطبع هذا الفيروس الحمد لله ما عندناش أي حالات، لكن احنا ذكرنا بعض الحالات او بعض الاشكال التي ربما يكون بها الاصابه او من خلالها تستطيع تقييم الموقف لو بشكل مبدئي. يا ريت حضرتك يا دكتور تقول لنا برضو شكل اعراض الاصابه ايضا. اولا انا بحيي حضرتك وبحيي الساده المشاهدين، واحب اطمئن الجميع ان الوضع مطمئن جدا في مصر بشكل عام الحمد لله. واحنا كوزاره الصحه مشكوره سعاده الوزيره قامت بجميع الإجراءات الاحترازية بدءا من الحجر الصحي، وإحنا في مستشفياتنا سواء مستشفى صدر العباسية أو مستشفى حماة العباسية قمنا بكل الإجراءات الاحترازية وعلى أتم استعداد لمواجهة المرض بشكل عام. وإحنا بنطمئن الجميع أن الحال في مصر مطمئن ومفيش أي حالات سجلت خلال العوام السابقة الحمد لله. طيب دكتور محمد، انت عارف طبعا احنا كمصريين بنستهون بالامور شوية، واي حد بيجي له برد خد اي برشام وخد اي حاجة واتدفى يومين في السرير واشرب حاجات سخنة الموضوع هيبقى كويس جدا. عايزين نقول يا دكتور امتى الموضوع او الشخص يتوجه للطبيب بدون تكاسل حتى لا يكون هناك يعني ازدياد للاعراض ولا قدر الله يصل الى يعني الحالات التي لا يرجى الوصول اليها اطلاقا؟ احنا بشكل عام الطمأنينة رقم واحد. ظهور الأعراض هي ظهور أعراض برد أو إنفلونزا عادية بتتراوح ما بين ارتفاع بدرجة الحرارة في هذه الإصابة بهذه الفيروسات، بيكون درجة الحرارة مرتفعة تصل إلى 38 درجة مئوية، بيكون مصاحب ليها احتقان بالحلق مع سعال وكحة مستمرة، رشح أنفي، آلام بالصدر والعظام، ضيق بالتنفس، وفي حالات شديدة طبعا بيكون في فشل تنفسي. احنا بنواجه عام الشكل العام ان دي انفلونزا عادية جدا. خلال التوجه للطبيب اقرب طبيب لينا او مستشفياتنا في الطوارئ بيتم التعامل مع هذه الحالات والتشخيص المبكر والسعي نحو التشخيص المبكر من الاطباء هو بيكون مساعد في اكتشاف هذه الحالات. لكن بوجه عام الحالات غير موجودة في مصر عشان يبقى الحال مطمئن للجميع. لا احنا بنتكلم يا دكتور يعني عايزين ناخد التدابير الاحترازية، يعني ما نهملش في الموضوع يعني الوقاية. لا بالظبط لازم ناخد الوقاية والشكل اللازم الخاص بهذه الوقاية عشان لا قدر الله حتى لو وجدت اي حالة من الحالات ما نستهونش اطلاقا فيها يكون عندنا انتشار. احنا مش بنهون الامور ولكن احنا بنقيم الامور بشكل بالزبط عام بالزبط. الامور كلها مداومه على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون على الاقل، خصوصا بعد السعال او العطس. استخدام المناديل وقت العطس او السعال وتغطيه الانف ده شيء مهم جدا. لو لم يتوفر لدي منديل فالعطس او السعال بيكون على اعلى الذراع. طبعا بنحاول ان احنا ما نلمس الاعين والانف او الفم خصوصا بعد ملامسه الاسطح قد تكون ملوثه بالفيروسات. طبعا بنتكلم في التغذيه السليمه، الانشطه البدنيه، كفايتنا من النوم والراحه. دي اهم الحاجات. ونحب نقول ونوجه ان اللي بيخفف الوضع ان الفيروس بيموت بعد 24 ساعه من خروجه من الجسم، وطرق الانتقال العدوى محدودة جدا جدا، فاحنا بنطمئن الجميع. طيب دكتور عايزين برضو نتكلم يعني كما استمعنا للدكتورة هالة زايد في تصريحاتها ان المتابعة بعد وصول الحالة مثلا من منطقة مصابة زي الصين 14 يوم بعد هذه الحالة ربما يعني الأعراض أو طور العرض بيظهر، ممكن يكون الشخص حامل لهذا الفيروس لكن ما بيظهرش أثناء وصوله، بيظهر بعد قد ايه دكتور الأعراض الخاصة بيه وامتى برضو يراجع الطبيب بعد وصوله من السفر الخاص بيه؟ حضرتك فترة حضانة الفيروس بتراوح ما بين 7 أيام أسبوع ل 14 يوم. ما تظهرش يعني أي أعراض عليه يا دكتور؟ فترة دي فترة حضانة الفيروس.
تبدأ بعد كده تدريجيا تظهر الأعراض تباعا، طبعا زي ما قلنا وعرفنا للجميع، من بداية من ارتفاع درجة الحرارة أو احتقان بالحلق أو سعال متكرر أو رشح أنفي، فكل دي أعراض بتظهر بعد من 7 لـ14 يوم. طيب تمام. دكتور، يعني في المطار زي ما احنا شايفين الصورة مع حضرتك عبر الشاشة، يعني هل درجة الحرارة هي الفيصل في دخول المطار بداية؟ يعني درجات الحرارة أثناء دخول الشخص، ربما لو كان درجة حرارته مرتفعة شوية، هل في مثلا تحاليل بتبين هذا الفيروس؟ هل في مسح ضوئي بيبين الفيروس؟ يعني إزاي يتم الاكتشاف الفيروس أثناء دخوله من المطارات؟ هو تبعا لإجراءاتنا الاحترازية وتبعا لبروتوكولات منظمة الصحة العالمية، كان الوضع أن قياس درجة حرارة هو بداية لفيصل وعمل حجر صحي للمترددين أو القادمين على المطارات والمسافرين. فكان بداية بوضع كاميرات الحرارية عشان قياس درجة الحرارة، واللي من خلالها بيتم توجيه القادمين إلى مستشفياتنا لوضعهم تحت الحجر الصحي والمتابعة والتشخيص بشكل فعال. التشخيص بيتم عن طريق أخذ مسحة من الحلق وإرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة. بيتم التشخيص من خلال عدة فيروسات، أهمهم في الوقت الحالي طبعا هيكون فيروس كورونا. طيب جاهزية المستشفيات يا دكتور محمد، التحديد طبعا مستشفى صدر العباسية وحماية العباسية، المستشفيات المهمة جدا اللي هي يعني بيتم فيها الحجر بمعنى أصح، أو الحجز للأمراض اللي هي خاصة بالجهاز التنفسي والأمراض الحالات اللي هي بتكون فيها شوية تعقيدات. يعني احنا بالفعل تبعا لتعليمات السيد دكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، تم اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية داخل مستشفى صدر العباسية، وتم تجهيز عدة غرف لعزل مثل هذه الحالات المشتبه فيها، وتم تدابير عدة أسرة للرعاية المركزة مخصصة لقد تكون هذه الحالات في حالة صحية سيئة تحتاج إلى تدخلات وعناية مركزة. فبالفعل احنا إجراءاتنا الاحترازية وتدابيرنا من إجراءات مكافحة العدوى، كل الإجراءات تم أخذها، وكان لنا خبرات سابقة في هذا الشأن في عام 2014 لما احتجزت عندنا حالة كورونا التي تم تحويلها من المملكة العربية السعودية لمواطن مصري أصر على علاجه داخل جمهورية مصر العربية، وتم بالفعل حجزه لدينا بمستشفى صدر العباسية حتى خروجه بكامل الشفاء والتحسن التام. وخبرتنا في هذا المجال تؤدي إلى أن احنا على أتم استعداد لهذه الجائحة. طيب دكتور محمد، عايز أسأل حضرتك برضو عن الإصابات أو الوقاية، يعني مثلا هل المصل الإنفلونزا الموجود حاليا في الأسواق، هل الأمصال، هل ممكن تقلل حتى الإصابة بهذا الفيروس مؤقتا، ولا ده موضوع مختلف تماما ملوش علاقة بالأمصال الموجودة الآن؟ هو طبعا عشان التوضيح التام، الفيروس متحور وحتى وقتنا هذا عشان كده دكتور بنقول فيروس كورونا الجديد مش كده؟ هو نوع من أنواع الفيروسات التاجية التي تحورت، والتي غالبا ما انتقلت من إحدى الحيوانات في الأسواق في إحدى ولايات الصين. لكن احنا كل الاجراءات الاحترازيه موجوده ومتتبعين الامور بشكل عام في جميع دول العالم وبالاخص طبعا في جمهوريه مصر العربيه. نعم. طيب دكتور محمد، عايز برضه اسال حضرتك عن الاشخاص المصريين اللي يمتلكون الحيوانات في منازلهم، يعني لو الاشخاص دول عندهم حيوانات في البيت، كذلك ايه الاجراءات المتبعه وايه الوقايه لازم تتبع مع الحيوانات، وايه اللي لازم يحصل ايضا مع هذه الحيوانات الموجوده في المنزل زي القطط الكلاب مجموعه الحيوانات الموجوده في المنزل؟ هو طبعا اجراءات احترازيه بغسل اليدين جيدا بالماء والصابون تباعا، طبعا استخدام المناديل عند العطس او السعال، لو في اصابه لهذه الحيوانات طبعا يتجهوا للطبيب البيطري في اقرب مكان. ان برضو عشان التوضيح، لا يوجد لقاح ضد هذا الفيروس حتى تاريخه، ولا يوجد علاج فعال حتى تاريخه، ولكن احنا كاطباء بنعالج الاعراض اللي بتظهر على المريض تباعا، وبنعالج اي التهابات رئويه بتيجي برضو كعلاج للاعراض اللي موجوده، ولو لا قدر الله حصل فيه فشل تنفسي بيتم وضع المريض على جهاز التنفس الصناعي في حاله الاحتياج. نعم.
طيب اخيرا دكتور محمد، يعني في حاله لا قدر الله زي ما حضرتك قلت الاصابه الموجوده والاصابات اللي موجوده، يعني احنا قادرين نتعامل معاها تماما وعندنا الاجهزه، وبيتم كمان ابعاده عن كل المرضى في اماكن يعني حصينه او اماكن بعيده تماما عن كل المرضى ايضا المصابين في كل او الامراض الاصابات الاخرى. يعني عايزين ناكد بس على النقطه تحديدا عشان انت عارف بعض الاشاعات اللي بتطلع لك لا قدر الله اصابات، احنا مش جاهزين، احنا ما عندناش الجاهزيه، فاحنا عايزين بس ندرا الشائعات من قبل ما تظهر اطلاقا ونكون احنا جاهزين وعندنا كل الجاهزيه وكيفيه التعامل المباشر مع حالات لا قدر الله في حاله الظهور. يعني احنا كمستشفيات وكوزاره صحه واحنا في القاهره سواء صدر العباسيه او حماه العباسيه لينا خبراتنا في التعامل مع مثل هذه الجائحات وسبق وتعاملنا معها ولينا خبرة واسعة في هذا المجال، وطبعا مجهزين عندنا غرف عزل للحالات وكمان أسرة للرعاية المركزة في حال ظهور هذه الحالات أو تفاسيها أو صعوبتها، فخبرتنا في هذا المجال تخلينا على أرض صلبة بحيث أن احنا نتعامل مع كل هذه الحالات في كل أوجه صعوبتها، ولا يوجد داعي للقلق. وأطمئن الجميع بأن هذه الحالات حتى في 2014 لم توجد مثل هذه الحالات ولم تسجل حالة واحدة في مصر، وطبعا التتبع لهذه الحالات في العالم كله هيخلينا دايما على أتم استعداد لمواجهة هذه الجائحة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون الوضع مطمئن للجميع. يا رب إن شاء الله، يا رب نتمنى السلامة دايما والحمد لله رب العالمين. زي ما سمعنا كلام دكتور محمد عيد عبد الباسط مدير مستشفى الصدر بالعباسية، الحمد لله احنا عندنا الجاهزية التامة وكيفية التعامل مع أي حالة قد تظهر أو تطرأ، لكن الحمد لله أكد لنا الحمد لله رب العالمين ما عندناش أي حالات ولا تسجيل إصابات في مصر إطلاقا، لكن لا نهون ولا نهول في الموضوع، لكن لابد أن نستعد للمواجهة دائما. والحمد لله بحسب تصريحات دكتور هلا زايد وزيرة الصحة الحمد لله رب العالمين الأمور في مصر مستقرة، وأيضا جاهزية المستشفيات كما استمعنا لضيفنا كريم دكتور محمد عيد عبد الباسط مدير مستشفى الصدر العباسي اللي بشكره أيضا على هذه المداخلة. الحمد لله احنا عندنا جاهزية تامة. ينضم لنا أيضا عبر الهاتف دكتور عبده مبروك أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية. برحب بك يا دكتور. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. في الحقيقه طبعا استمعنا الحمد لله ان احنا ما عندناش اي اصابات في مصر، لكن عندنا الجاهزيه التامه للتعامل مع اي حالات قد تظهر، وعندنا الحمد لله الاماكن الجاهزه بالطبع كتدابير احترازيه مستعدين لمواجهه هذا الفيروس بشتى الطرق الممكنه، لكن لابد ايضا نتخذ عناصر المكافحه بدايه. وجهه نظرك ايه العناصر لازم تتوفر يا دكتور بدايه؟ هو الخوف كله على فكرة على الفريق الطبي أكثر من يعني من بقية الشعب، يعني هو اللي بيتعامل مع حالات اللي فيها الإصابات بالبرد والناس اللي في المطارات برضه يا دكتور. نعم فندم. والناس اللي موجودة في المطارات أيضا اللي بتعامل مباشرة مع المطارات اللي بتعاملوا مع الناس القادمين من الناس القادمين من دول آسيا والصين بالذات وتايلاند والدول دي، ففعلا لازم يكون فيه احتياطات واجبة أهمها الماسكات، الواحد لابس ماسك معين ودوت بيتعامل مع حذر مع كل حالات اللي هي البرد، لأن الفيروس هو عبارة عن برد عادي جدا، رشح وعطس وكحة وارتفاع درجة حرارة، فدي يعني زي بقية الفيروسات المنتشرة. فالواحد ياخد احتياطاته بلبس الماسك، يتعامل دايما بالاحتياطات النظافة الشخصية والنظافة العامة والبيئة المحيطة بالشخص نفسه والمكان اللي هو شغال فيه. حتى لا يحدث إصابات وتحدث نقل، لأن نقل العدوى قد يكون سهل جدا عن طريق الرذاذة أو عن طريق التنفس وهكذا. طيب دكتور أيضا يعني دكتور محمد مدير مستشفى صدر بالعباسية قال إن احنا لا قدر الله لو حالة إصابة احنا ما عندناش لسه العالم ما اكتشفش لقاحات خاصة بهذا الفيروس إطلاقا، لكن بيتم التعامل معه مع الأعراض اللي بتظهر، يعني بنتعامل مع عرض عرض حينما يظهر. من ضمن هذه الأعراض يا دكتور حالات فشل كلوي وكذلك التهاب رئوي حاد، وهي طبعا تدخل ضمن يعني الالتهاب الكبدي بالتحديد أو كمان مشاكل الكلى بتدخل يعني تحت تخصص حضرتك. يعني إذا لو وصلنا لهذه الحالة يكون المرض قد تفشى أو أخذ وضعه بشكل كبير؟ يعني هو تأثير الفيروس أكثر على الجهاز التنفسي. اللي هو في متلازمات معينة كده بتحصل، اللي هي متلازمة اللي بقى فيها تنفس يعني صعوبة في التنفس أو في سرعة في التنفس أو ضيق أو اختناق، ودي كلها بس تبقى مرحلة متقدمة شوية مع المرض، ما بتظهرش في الأول. هي في الأول بتظهر عن شوية برد خالص، يعني رشح عطس ارتفاع بدرجة الحرارة ألام بالجسم زيه زي أي نوع من الفيروس بيخش الجسم. انما الحالات اللي هي مثلا بقى فيها يعني تنفس
صعبة شوية أو حالات اللي هي بقى ساعدك في التنفس أو كده، فدي بتبقى مرحلة متقدمة من الإيه؟ من الإصابة بالفيروس. إنما الحمد لله في مصر لحد دلوقتي لمسجل الحالات، أنا شايف وزارة الصحة قايمة بدور يعني توعية جامدة جدا، حتى موزعين على كل المديريات في كل المحافظات، كل محافظات مصر، إزاي طرق الوقاية، إزاي طرق الإصابة، إزاي طرق التعامل مع هذه الحالات. وزارة الصحة عاملة مجهود جبار جدا، وواضح اللي هي واضح احتياطاتها تامة، وإن شاء الله يعني هيكون فيه سلام لكل الشعب المصري، ومش حيبقى فيه إن شاء الله لا نسجل الإصابات حد الآن ولا نسجل إن شاء الله بإذن الله يعني. طيب حضرتك ذكرت دكتور ان طبعا الاشخاص من الاطباء اللي بيتعاملوا مباشره مع الحالات، وكذلك الحالات الاشخاص اللي بيتعاملوا في المطارات هم الاكثر عرضه او الخوف عليهم بشكل كبير. هل شايف حضرتك مثلا هل تتوفر مثلا بدل خاصه بيهم للوقايه؟ هل تتبدل مثلا يلبسوا ماسكات، اجهزه تنفس مثلا عشان يكون في وقايه تامه؟ شايف لازم نعمل ايه في النقطه دي على وجه التحديد عشان نقيهم من شر الاصابه بالمرض؟ في الماسكات معروفه لمثل هذه الحالات، يجب على كل الأطباء، على كل الأخوة اللي بيشتغلوا في المطارات أو بيتعاملوا مع الناس القادمين من الخارج، يلبسوا هذه الماسكات، ويلبسوا كمان جلافز في إيدهم، ويلبسوا لبس كمان يعني بيسموه أنتي باكتيريال أو ضد للميكروبات والفطريات والفيروسات. دي كلها تبقى احتياطات واجبة، ما تعملش مباشر مع المريض. مثلا واحد بيعطي صابه كح، ما جيش جنبه او اوقع الكشف عليه، لا اكون لابس الماسك وعندي جاهزيه اللي انا ما اصابش بهذه الايه بهذه الفيروسات. والحقيقه يعني الوقايه خير من العلاج، لانه لحد هذه اللحظه ما فيش فاكسين او ما فيش تطعيم واقي لهذا الفيروس، والفيروس واضح اللي هو بيتحور من سنه لسنه، فدايما الوقايه هي خير من العلاج. فيجب لبس الماسك، لبس الجلافز، لبس الملابس اللي هي تحمي وتقينا من الإصابة بهذا الفيروس. الحقيقة دكتور برضو كنت عايز أخلي حضرتك تأكد على نقطة، إن هو لازم إن ثقافة المصريين تتغير بالنسبة للماسكات، ما الناس ما تاخدهاش بنوع من الاستهتار أو الاستهوانة، حتى الضحك والسخرية من الشخص اللي بيلبس ماسك أثناء إصابته بنزلة برد حتى لو عادية جدا. لازم تتغير ثقافة المصريين تجاه هذا الموضوع تحديدا، وأهمية استخدام هذه الماسكات حتى لو نزلة برد عادية جدا ما فيهاش أي حاجة، لازم نستخدم الماسك ويكون وسيلة آمنة جدا ووسيلة فعالة لمكافحة أي مرض. دي نقطة مهمة جدا، لازم الناس فعلا تغير الثقافة الطبية وتفهم تماما ان الوقاية خير من العلاج. الماسكات مش شكل مش وحش ولا حاجة، ولا تاخدها بنوع من الهزار. وكمان القعدة في الأماكن المزدحمة سواء كان في المكاتب واحد عنده رشحة أو وفكرة برضه يا دكتور، فكرة بصراحة القبلات ما بين المصريين أو الحرارة في السلام، لسه الحقيقة الموضوع ده يعني لازم ينتهي شوية. انا هاكد لسه على النقطه ديت، يعني هو يكفي الواحد عنده برد والثاني ما عندوش، يكفي السلام بالايد، مش لازم بقى تبقى واحد عنده عطس وكحه ورش ولازم يعني ياخدنا بالحضن بقى في هذه الظروف. يعني دي كلها عادات وحاجات يعني بلاشها الوقت في الظروف اللي احنا فيها ديت، لان مش بس عشان فيروس الكورونا، على كل الفيروسات تقريبا وكل الحاجات اللي بتنتشر عن طريق الجهاز التنفسي. نعم. طيب ارجو دكتور عبده ان تبقى معنا قليلا، بس لسه واصله تصريحات مهمه من دكتور هاله زيد، ارجو حضرتك ان تبقى معنا عشان نقدر نتابعها بعد هذا التقرير. حيث اكدت وزيره الصحه والسكان دكتوره هاله زيد ان مصر خاليه تماما من هذا الفيروس، فيروس كورونا الجديد والمستجد. وتصريحات الوزيره هاله زيد جاءت عقب قيامها بتفقد الحجر الصحي بمطار القاهره الدولي. دي اجراءات استثنائيه لو في حاله فيها ارتفاع في درجه الحراره، يعني في ارتفاع ومعها كحه واي حاجه اضرار بالفيروس. في اطار حرص وزاره الصحه على اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائيه بمنافذ الدخول الجويه والبريه للدوله المصريه لمجابهه اي وباء قد يتسلل للبلاد، قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتفقد إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على توافر الخدمات الطبية والالتزام بالتعليمات الوقائية لمنع دخول فيروس كورونا من الركاب القادمين إلى مصر من الصين، والتأكد من عمليات المسح الطبي اللازم لهم. ضمن هذه الإجراءات إن إحنا في الحجر الصحي في المطارات البرية والبحرية والجوية من الدول اللي جاية منها أو بقى زي الصين في الوضع اللي إحنا فيه، ناخد إجراءات زيادة. طبعا في إجراءات روتينية إن إحنا بناخد كل بيانات المسافرين القادمين والأطقم الطيارة،
وبناخد البيانات ديت وبتخش إلكترونيك فورا، وده يعني في كل الحالات، ويتسمع في المحافظة اللي رايحها الباسنجر أو القادم، ويتم مراقبته صحيا في حالة وجود أو بقى من الدول اللي هو جاي فيها لمدة 14 يوم. لا يوجد أي حالات داخل مصر، ولم يتم رصد أي حالات، والحالات اللي اشتبه فيها كان عندها ارتفاع في درجة الحرارة، عشان احنا نحكم السيطرة. أي حالة بنلاقي عندها ارتفاع في درجة الحرارة أو كحة أو تيفر أيا كان، بيتم الاشتباه فيها ويتم تحويلها لعمل الفحوصات اللازمة والتأكد تماما أن هي سليمة وما فيش عندها الكورونا. الكوادر الطبية المدربة بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تقوم بإجراءات وقائية للركاب طبقا للتعليمات الصادرة بمنظمة الصحة العالمية للتعامل مع فيروس كورونا والأمراض الوبائية وفق أحدث الأجهزة الطبية. بيكتب كارت متابعة بينزل أوتوماتيك على السيستم، بنقيس الحرارة ونبص على الأعراض، لو في حد اشتبهنا فيه بنعمل له سكندري سكرينينج، بنجيبه هنا حجرة المناظرة نقيس الحرارة تاني ونأكد، لو أكدنا الاشتباه بنتخذ الإجراءات ويتم إرسال مستشفى الحميات. لما تبلغنا من منظمة الصحة العالمية إن في فيروس كورونا انتشر وأصاب حالات كتيرة جدا، تم تفعيل خطة الطوارئ، رفع الحالة القصوى، تم جمع القوى البشرية بالكامل في الحجر الصحي استعدادا لمواجهة هذا الميكروب، هذا الفيروس. كشف طبي شامل على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية ضد فيروس كورونا، ويتم عزل الراكب في حالة الاشتباه بأي فيروسات تهدد صحة المواطنين. إجراءات مكثفة تتخذها وزارة الصحة بجميع المنافذ الداخلية والخارجية لمنع دخول فيروس الكورونا المنتشر حاليا بالصين إلى مصر، مع تجديد التعليمات الوقائية للوافدين إلى مصر بما يحافظ على سلامة وصحة مواطنين ضد هذا الفيروس، حيث إن مصر آمنة تماما ولم يتم رصد أي حالات وبائية. من مطار القاهرة الدولي، أحمد ممدوح، النيل. رحب مرة أخرى بضيفنا الكريم دكتور عبد المبروك، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية. دكتور، سمعت حضرتك تصريحات وزيرة الصحة أيضا موجودة الآن في المطار عشان برضو تتابع الحجر الصحي، لأن طبعا التخوفات هي جاية من العناصر الداخلة أو المواطنين الداخلين من الخارج، وبالتحديد طبعا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية. ياريت نسمع تعليق أخير من حضرتك. والله أنا سعيد جدا بهذه التصريحات، كده يعني طمننا الشعب بتاع كله وطمننا أنفسنا والأخوة الأطباء والأخوة العاملين في المطارات، بأن في فعلا استعداد قوي جدا برئاسة السيدة الفاضلة وزيرة الصحة، وده حاجة مطمئنة، وإن شاء الله مش هيسجل حالات خطرة ولا هيبقى فيه إن شاء الله أي مشكلة، طالما وعدين الوقاية اللي احنا بقولنا دايما الوقاية خير وما العلاج. مظبوط. يعني ان شاء الله خير ومصر آمنة بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى. يا رب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل وعلى هذه القراءة دكتور عبد المبروك، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب، هذا طبعا الملف الأهم جدا طبعا وملف من الملفات المهمة جدا، لكن هناك ملف آخر سريعا بعد الفصل. أهلا بكم من جديد في الملف الآخر. وتطورات متسارعة تطبع الأزمة العراقية، والمشهد بات ميدانيا بامتياز برغم المناورات السياسية. العراقيون المعتصمون في الساحات استفروا كل المحاولات لفض اعتصامهم وأخراجهم بالقوة من العاصمة البصرة وكربلاء، مما أدى لوقوع اشتباكات بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين. المزيد في سياق هذا التقرير. تستمر التظاهرات الحاشدة في مختلف أنحاء العراق التي أصيب خلالها عشرات الأشخاص برصاص قوات الأمن التي تحاول فض الاحتجاجات والاعتصامات بالقوة. هنا مطلبنا واحد، نريد وطن بعيد عن الأحزاب، بعيد عن كل شيء. احنا نريد وطن يحكمنا حاكم ما ينتمي لأي حزب، ما ينتمي ما مرشح ولا مرة. لليوم الثاني على التوالي استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي لتفريق متظاهرين في العاصمة العراقية بغداد،
وكذلك في جنوب البلاد، ما أثار مواجهات مع المحتجين العازمين على مواصلة حراكهم. السلطات العراقية بدورها أعادت فتح ساحات وشوارع في بغداد ومدن جنوبية، ما أثار مخاوف المحتجين من اتساع الحملة وفض الاحتياجات المطلبية المستمرة منذ نحو 4 أشهر، الأمر الذي دفع المحتجين إلى العودة بأعداد كبيرة للتظاهرات، بينما حاولت قوات الأمن تفريقهم مجددا. وفي الناصرية جنوبا استخدمت قوات الأمن الرصاص الحي أيضا، كما تجمع المتظاهرون هناك بأعداد كبيرة بعدما أعادت الشرطة فتح الشوارع الرئيسية في المدينة وتلك المؤدية إلى ساحة الحبوب المركزية. وفي محافظة البصرة أقصى الجنوب شهدت المحافظة تظاهرات حشدة للطلاب تنديدا بفضل قوات الأمن للاعتصام الرئيسي في المدينة وإحراق قيام المحتجين، بينما باشر المعتصمون بإعادة نصب الخيام التي أحرقتها القوات الأمنية. هاي الحكومة غير شرعية، بالانتخابات زورت والشعب رفضها، أربع تشهر الشعب بالساحات رافضها، ونقلهم هاي شوفون هسه آلاف من الطلبة، وأمس طلعت آلاف الناس رجع الساحة الاعتصام بالقوة. ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد ورئيس وزراء مستقل ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين. هذا هو المشهد الآن في العراق بكل أسف، منذ أكتوبر الماضي ولم تحل الأزمة إطلاقا ولم يجد لها حلول، بالرغم من وجود أساسة في العراق وأحاديث ما بين البرلمان وما بين الحكومة وما بين الرئيس، ولكن ليست هناك حلول إطلاقا حتى الآن. المشهد المتصاعد منذ شهر أكتوبر الماضي وما زال هناك العديد ممن يسقط قتيل، وهناك أيضا إصابات كبيرة جدا في صفوف المواطنين الذين يبحثون عن حل سياسي ومطالب مشروعة بعض الشيء، ولكن الأزمة متصاعدة كثيرا في العاصمة وفي البصرة وفي كربلاء، مما أدى طبعا إلى تصاعد الأزمة ما بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، وقد أصيب على إثرها عدد كبير من الإصابات، والاحتجاجات تتحول من جديد والاحتجاجات تتصاعد وتستعيد زخمها من جديد، ولكن قوات مكافحة الشغب تحاول تفريق المتظاهرين في العاصمة وجنوب البلاد لليوم الثاني على التوالي، ما أثار مواجهات عنيفة جدا ما بين المحتجين العازمين على مواصلة الحراك وتجدد الاشتباكات وتجدد العنف في العاصمة بغداد والمدن الجنوبية ذات الأغلبية الشيعية. تنضم إلينا الأستاذ باسل الكاظمي المحلل السياسي العراقي، برحب بك بس بداية. تحية طيبة لكم ولقناة المؤخرة وللسادة المشاهدين. يعني طبعا في ظل الأزمة المتصاعدة منذ أكتوبر الماضي وإطلاقا لم نجد حلول حتى الآن، كيف تقيم الوضع بشكل عام من وجهة نظرك، ولماذا تتجدد الاشتباكات من جديد في بعض المدن العراقية؟ سيد العزيز، الكثير قد ترهنوا بأن المظاهرات لا تستمر وأن الشعب العراقي سوف يتراجع حتى بعد موقف مقتدى الصدر من سحب المجاميع التابعة إليه من ساحات التظاهرات، ولكن اليوم لاحظنا ويوم أمس هنالك مظاهرات عارمة، قد خرجت اليوم كل الجامعات العراقية وقوفا في ساحات التظاهرات مع المتظاهرين، وهذا يعتبر بأنه صدمة أو كابوس إلى الكثير من الأطراف وبالخصوص القوى السياسية بخروج هذه الأعداد من المظاهرات. أما بأنه موضوع القتلى والجرحى وكل هذه الانتهاكات، هذا تحصيل حاصل لكون القوى السياسية اليوم يعتبر موقفهم مهدد، اليوم وضعهم مهدد، فيحاولون بالدماء بالقتل بالإبادة بهذه المسميات أن يقتلوا المتظاهرين حتى لا يحققوا أي إنجاز. ولكن من اليوم من المساء الغريبة بأن المتظاهر كل ما يقعون هناك شهداء وجرحى، كل ما يتقدم إلى الأمام كل ما يعتلى صوته، ونلاحظ اليوم العراق بمنزاخه إلى الفاو أصبح عبارة عن مظاهرة واحدة. نعم يعني طبعا الوضع متصاعد جدا في العراق، ونتمنى طبعا السلامة للعراق الشقيق وأن توجد حلول على أرض الواقع ترضي الجميع. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة السيد باسل الكاظمي الكاتب والمحلل السياسي محدثنا من العراق. بالطبع كان هذا الملف من الملفات المطروحة اليوم في هذه الحلقة، ولكن الملف الأبرز كان ملف طبعا كورونا وكيفية طرق الوقاية والتدابير الاحترازية، والحمد لله نؤكد أننا لا نهون ولا نفرط إطلاقا في هذه الحقوق والمتابعة تحقيقا واتخاذ
اتخاذ التدابير الاحترازية من جانب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة، لكن لابد من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر، وكما ذكرنا لحضراتكم لابد الجميع في حالة الشعور بأي عياء أن يتوجه إلى الطبيب مباشرة. نتمنى السلامة لمصر والمصريين جميعا. تقبلوا تحياتي وتحية فريق العمل، غدا بإذن الله فريق عمل جديد من مباشر النيل بعد موجز الثالثة. إلى اللقاء.